بهذا نغلق الورقة التي خصصناها للوضع الوبائي، وبدءا من اليوم إلى غاية الرابع من نوفمبر المقبل، ترامواي الرباط متوقف بين محطتي قنطرة الحسن الثانية وساحة 16 من نوفمبر. مرد هذا التوقف وهو توقف مؤقت الأشغال الرامية إلى إنجاز ممر تحت أرضي على مستوى تقاطع شارعي الحسن الثاني والعلويين بالعاصمة الرباط. قبل ذلك أجهد أمن ميناء طنجة المتوسط أجهد عملية كبرى لتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، أزيد من طن و350 كيلوغرام من مخدر الكوكايين. كانت هذه الكمية مخبأة على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية. انطلقت الباخرة من أحد موانئ البرازيل. رحمة الحناوي. الصيد كان ثمنا، فكمية ما تم حجزه من مخدرات ومؤثرات عقلية عاد رقم طن و355 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام داخل صندوق لنقل البضائع قبل أن تقود إجراءات المراقبة والتفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية إلى اكتشافها. الصندوق المعبأ بالكوكايين حجز على متن باخرة تحمل علما أوروبيا قادمة من البرازيل ومتوجهة نحو مينائين بالمملكة المتحدة وبلجيكا، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. هذا التفتيش مكن من اكتشاف وحش شحنات الكوكايين مهربة ملفوفة ومخبأة داخل 40 حقيبة سوداء اللون مدسوسة داخل الحاوية، وتشير المعاينات والخبرات التقنية المنجزة أن طريقة تهريب هذه الشحنة القياسية من مخدر الكوكايين راهنت على الأسلوب الإجرامي المعروف بريب أون ريب أوف، وهو الأسلوب الذي يعتمد على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارات الجمارك ثم تعويضها بأخرى مزورة بعد دس المخدرات داخل الصناديق. عملية أمس النوعية تأتي ضمن جهود مصالح الأمن لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا الإطار أوضح بلاغ مديرية الأمن أن التحري والبحث متواصلان للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بهذه الشبكة المتورطة في محاولة تهريب هذه الكمية القياسية من المخدر. التحري مستمر أيضا لتحديد التقاطعات والروابط الإقليمية والدولية لمن يقف وراء هذه العملية. كما أسلفت الذكرى في العناوين، بمدرسة اليرموك وهي من بين مدارس الفرصة الثانية. مدارس الفرصة الثانية هي من بين الآليات الفعالة والناجعة لمحاربة الهدر المدرسي من أجل تمكين اليافعين والشباب من مهارات تساعدهم على الانخراط الإيجابي في الحياة المجتمعية. المدرسة خرجت فوجا جديدا من الطلبة ممن استفادوا من عقود عمل مع شركات، وآخرون فضلوا إتمام دراستهم. نادية اليوبي، مروان غفيري. في لحظة من الزمن أوشك حمزة أن يفقد الأمل في أن تكون له فرصة ثانية ليتدارك ما ضاع منه بعد مغادرته لفصول الدراسة، لكنه اليوم وبفضل الجيل الجديد لمدارس فرصة ثانية نال شهادة البكالوريا وشهادة التكوين في المطعمة، مكنته من إنشاء مقاولة صغيرة متخصصة في إعداد وإيصال المواد الغذائية الجاهزة إلى الزبائن. فكرت أنا والأخ ديالي نديرو شي بروجي من بعد ما كنت كنقرا في ريستوراسيو، شديت الدبلوم ديالي ديال ريستوراسيو وبدينا المشروع ديالنا، والحمد لله بغينا نوسعوا المشروع ديالنا ونخدموا معنا حتى حنا الناس. هنا بمدرسة اليرموك حيث وجد حمزة فرصته الثانية، ابتسم الحظ في وجوه طلبة آخرين كاد قطار التمدرس أن يفوتهم، لكنهم أدركوه في هذه المحطة حيث وقع بعض المتخرجين الجدد عقود عمل، فيما نال آخرون شهادة البكالوريا وفضلوا إتمام دراستهم في الجامعة. كانت فرصة زوينة، اليوم خديت الدبلوم ديالي، أنا فرحانة بزاف صراحة، غادي نخدم غادي كنت فشلت ملي مبقاتش عند الدراسة ديالي، فشلت بزاف، ولكن دابا الحمد لله كنحس براسي فهمتي درت شي حاجة في حياتي. لدينا 10 من الشباب يعملون في شركتنا،
ونستقبل في كل سنة ما بين 30 إلى 40 متدربا. هذه السنة استقبلنا نحو 35 متدربا في مطاعمنا. هذه المؤسسة هي تابعة لوزارة التربية الوطنية، وضعت رهن إشارة جمعية الطفولة المغرب المستقبل، تم تأهيلها بشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص. مشروع يأتي ليمنح فرصة جديدة للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة. بالنسبة للمديرية، ما تقوم به هو التتبع والمواكبة البيداغوجية عن طريق هيئة التأطير والمراقبة التربوية، يعني السيدات والسادة المفتشات والمفتشين، من طرف الإدارة ديال المديرية، والتتبع الإداري أيضا للتسيير ديال هذا المركز. هكذا تمكن حمزة بمعية أخيه وبفضل مدرسة الفرصة الثانية أن يجد لنفسه موطئ قدم داخل المجتمع، وليغتنم فرصة ثالثة في الحياة تجعله قادرا على مجابهتها بكل ثقة في النفس. في ضيافة شفشاون وفد سياحي لليهود المغاربة حل أمس بالجوهرة الزرقاء. شفشاون، تستعد هذه المدينة الساحرة لموسم سياحي يتعزز بضيوف من وجهات جديدة، والرقم ينتظر أن يصل إلى 250 ألف سائح من اليهود المغاربة الذين يكتشفون هذه المدينة الجبلية بخصوصيتها الجغرافية الجميلة جدا والساحرة. تتطلع شفشاون لموسم يطوي صدمة الجائحة. احنا تنصربو الماء مياد الذهب. هاي ما على شفشوان، هاي ما وفعلا شفشاون ساحرة. ينضم إلينا من شفشاون نجيب صدقي من أحد مهني القطاع السياحي بالمدينة. ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 إلى 942,749 حالة، حيث أفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة عن تسجيل زيادة ب 499 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها إلى 942,779 حالة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات 14,566 والمتعافون 922,456 حالة.